ضيف فريد من نكتة هو فاعل جمعوي أكثر من 30 سنة في الحقل الجمعوي هو السيد عبد الحق عزمان مرحبا بك على أنفاس بريس بدي أبد تنشكر قناة أنفاس وبالأخص تنشكر الأخ والصديق سي فريد على الإحاطة ديالو بهذا الموضوع اللي اللي داو في جميع المواقع الاجتماعية سي زمان الفيديو اللي متداول في الصفحات الفيسبوكية وانت كفاعل جمعوي وكأب كي هذا الخبر وان اللي دار هذا الفعل الشنيع هو عنده صفة كرئيس جمعية كيفاش الفيديو اللي شفناه مع كجميع المغاربه في المواقع الاجتماعيه وهذا الشيء يندهل الجبين آه عمل عمل استنكرناه آه وهذا الشيء بعيد على, على العمل الجمعوي وعلى الجمعويين وتنستنكروا بدورنا كفاعل جمعوي تنسكروا هذا العمل القبيح في حق هذه الوليدات آه سي زمان انت كفاعل جمعوي مخضرم كاب كيفاش نحمي وليداتنا من هاد الناس اللي يعني كيستغلو هاد الصفه ديال كرئيس ولا فاعل جمعوي وانه كيمارس الفعل الشنيع على دي الوليدات ديالنا كيفاش نحميو الوليدات ديالنا منه لهذا احنا كفاعلين جمعويين خاصة يكون عنده ضوابط في المخيمات ويكون الوزاره الوصيه اللي هي وزاره الثقافه خاصها تحرص على هاد الاطر خاصهم بمعنى يتغربلو منع اطار ما من نعطيه الشهاده ديالو تنطرو تكون شهاده شهاده طبيه تكون تنعرفوا بها الاطار او المؤطر راه سليم اللي غنعطيه وليداتنا واللي غادي يكون اللي غادي ياطر لنا هذه هاد, هاد النشاه المستقبليه ان شاء الله وتا الاباء عندي لهم توجيه تا هما خاصهم يواكبوا وليداتهم، ما يمكنش نعطي وليداتنا لشي نادي ولا شي مخيم وما وما نديروش، وقضيه أخرى الوليدات اللي عندهم أربع سنين خمس سنين ست سنين كما سمعنا، الدري عنده ست سنين ولا سبع سنين هادشي ماشي معقول، خمس سنين وست سنين خاصه يمشي مع والديه، حنا ضد حنا كاين في عين الدري باقي الله خرج من الروض ولا باقي في الروض يمشي مع واحد براني. وتلا الدراري شويه الابتدائي عادوا سبع سنين ثمان سنين تسع سنين حتى 14 ولا 15 هادو يمشيو للمخيم وهذيك الفئه الصغيره كاع ما خاصهاش تمشي للمخيم نهائيا و... سي زمان انت 30 عام وانت تبارك الله في الحقل الجمعوي واش هاد الظاهره يعني في طيله السنوات ما عمرك شفت بحال هاد الفعل الشاني هذا لا في عقول ديالي من بديت العمل الجماعي عمرني ما سمعت بحال هذا العمل الشنيع وهاد الظاهره كاينه ولكن هي طابو انا تنشكر من هذا الباب ومن من هذا المنبر تنشكر آه دوك الاخوات ديال مراكش اللي كانوا في في البحر ديال الجديده اللي شافوا هذا واستنكروه على البوليس وتنشكر حتى الضابطه القضائيه ديال مدينه الجديده الجديده اللي استجبت لدوك الاخوات اللي بلغوا به الجريمه فعلا هذه الظاهره استثنائيه سي... ولكن هي طابو راه ما يمكنش انا بدا مره مره تنسمعوا في كل مدينه في كل درب لهذا الله يخلي تطلب من جميع الاباء من جميع الجمعويين يردوا البال الناس اللي تيرتكبوا هذا هدل... العمل القبيح والسي عزمان اشنو يعني العقوبه آه يعني انا ما قدرتش حتى نسمي ما ما عرفتش سمين الصفه عنده يعني اللي بحال هادو اللي كيمارسوا هذا الفعل الشنيع على وليداتنا يعني العقوبه اللي خصت يعني يستحقوها العقاب آه هذا هذا شان القضاء الجالس اللي غادي ياخذ كلمته ما يمكنش القضاء القضاة راه هما بدورهم اباء وتوما وتوما مغاربه وتوما وطنيين ثم تيعرفوا هاد توما ما يرضاوش هاد لولادهم لهذا خص يخلقوا كاين الحكم الجنائي ولا الفصل الجنائي في هذا الباب راه موجود ولكن تنطلبوا من من الساده القادة يجتهدوا باش يعطيو لهذا السيد هذا المجرم كلمه سيد بزاف عليه اقصى العقوبات باش ما يبقاش باش نضربوا يد من الحديد اللي بدل هذه الفعل هذا